الفريق السيسي يلتقي قادة وضباط القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، ويؤكد أن القوات المسلحة ستؤمن عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية. مصر تقرر إعادة فتح معبر رفح الدولي مع قطاع غزة أمام حركة العبور والعالقين من الجانبين، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك. ومن المقرر أن يتم فتح المعبر ابتداء من صباح الغد وحتى 25 من الشهر الجاري. تحركات مكثفة لإنهاء أزمة احتجاز سائقين مصريين في ليبيا، ومسلحين احتجزوا السائقين للضغط على الحكومة المصرية، وذلك للإفراج على ليبيين محبوسين في قضايا تهريب ويهددون بقتل الرهائن حال رفض مطالبهم. إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس المقالة بغزة ينفي تدخلهم في شؤون مصر، ويؤكد لا نعمل إلا في ساحتنا الفلسطينية، ويعرب عن استعداداتهم للتعاون مع القضاء المصري لإزالة الشكوك. وأخيرا الأخضر الإبراهيمي مبعوث الجماعة العربية والأمم المتحدة المشترك بشأن سوريا يصل القاهرة اليوم في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام في إطار جولة بالمنطقة لإعداد المؤتمر جنيف الثاني.